نحن الآن في منطقة الراشدين وهي نقطة الصفر لوصول أهلنا المهجرين من مدينة حلب. الآن لم يتبقى داخل مدينة حلب إلا العسكريين وبعض عوائل المدنيين. كما نلاحظ الآن أغلب المنظمات ذهبت ولم يبقى إلا بعض المنظمات الإسعافية. الآن كما ترون الآن أجواء باردة جدا، الثلوج تتساقط، حالات إسعافية يتم نقلها بشكل سريع إلى المشافي القريبة من هذه المنطقة. كان معكم أم عمر الحربي، مراسل وكالة القدس الإخبارية، ريف حلب الغربي.